السلام عليكم. بسم الله على بركة الله. كنت واجد دابا في الزاوية القادرية البوتشيشية بمناسبة الملتقى العالمي للتصوف الذي يبدأ من 5 إلى 10 أكتوبر من كل سنة من هذا التاريخ. نحاول نوري لكم الأجواء كيف تكون داخل الزاوية البوتشيشية وكيفاش كيتعاملوا مع هذه الأيام تاع التصوف. نحاول نقربوكم أكثر. بالنسبة اللي عمره ما شاف الأجواء كي دايرة في الزاوية، هذه هي الزاوية البوتشيشية. نقربوكم مزيان من الداخل تاعها يعني باش تشوفوا. كاين الناس بزاف اللي عمره ما شافوا الزاوية، غير كيسمعوا بها شنو هي الزاوية واش تا كيديروا في هذه الزاوية واش تا. المهم هذه هي الزاوية كما كتشوفوا معنا. غادي نحاولوا ندخلوا القاعة فين غادي يكونوا موجودين المؤتمر نتاعهم. تما كيكون المؤتمر وكيكونوا الصحافة وكيكونوا الأساتذة وكيكونوا كلش. نحاول نقربكم من هذه الأجواء كي راها دايرة. وهنايا كاين كلش، كاين دوزام، كاين الأولى، كاين كيديروا المباشر على اليوتيوب على صفحات الفيسبوك. هذه هي المنصة. ونخليكم معنا حتى لآخر الفيديو. وما تنساوش تشجعونا وتدعمونا، بارتاجيو لا فيديو باش نزيدو نحاولو نقدم لكم فيديوهات اخرى. وغادي نوريكم بعد نتا بعد سميتو المآثر نتا تدخل الجيش الفرنسي. مهم بزاف الصوالح هادي تشوفهم معانا هنايا عبر لافيتات. انا من صورت كانت دعوات خويا، كان مازال ما يجيو هنايا الناس. حاولت نصور شوية باش هادي هي القاعة فين غادي يكونوا هنايا كما كتشوفوا. هذه منطقة بنز نسل والأطماع الاستعمارية في القرن 19. نحاول نصور لكم شوية هكا. احتلال وجدة في مارس 1907 بعد الصور. بعد الصور الأخرى من احتلال وجدة. دي نتاع الحملة الفرنسية على بنز نسل هما بعد الصور. هادو أسواق بنز نسل خلال فترة تدخل الاستعمار الفرنسي. هذه مطاردة الجيوش الفرنسية للشيخ المجاهد سيدي المختار بوتشيش. جورنال دي فوياج. خليكم معنا حتى لآخر الفيديو. ما تنساوش تشجعونا وتبارطاجيو معنا الفيديو. وفرجة ممتعة وشكرا. وفي هذه اللحظة هنايا كما كتشوفوا تواجد الناس هنايا، يعني كان بدا الملتقى كان بدا وتواجد الناس من جميع أنحاء العالم، إنجليز، لا فرونس، البرتغال، الأمريك، لا هولندا، الألمان، من جميع دول العالم كما كتلاحظوا هنا معنا في الفيديو.